شهد جريئة، إذا تكلمنا مثلا في الوضوح شهد واضحة، ما يهمها شيء، ما تخاف لأنها في الصح. إذا كان الشيء صح بالعكس ما تخاف. يمكن بس شهد هي اللي عندها النقطة اللي فيها خوف شوي، هي علاقة حبها مع فهد، هي العلاقة هذه اللي هي مخليتها خايفة ما بين الخوف وما بين إن هي قاعدة تحاول قد ما تقدر إنها تضحي لحبها هذا. شكلك تركتيه. من؟ الكافيه؟ لا، ذاك الكافيه كفر خلاص. يعني اللي ممكن أبغى أشيله من خطي مع فهد إن حنا كل شوي نزعل من مع بعض ونتفارق، أول ما نزعل نتفارق. طيب لا، الحبايب لما يزعلون مش معناها فراق، الحبايب يزعلون يعني وبعدها يتصالحون يتراضون، حنا نتفارق وبعدها نرجع، نتفارق وبعدها نرجع. وإذا كان في شيء حابة أضيفه يعني في علاقتي مع فهد، ممكن يكون إنه يحاول يدخلني مع أهله، يحاول مثلا يكلم أهله بوضوح عني، ما يكون خايف دايم من أهله، لا، هو الرجل في العلاقة فلازم يكون جريء جدا، خاصة بعد وفاة أمنا جويرية لازم يتجرأ، لازم هو اللي ياخذ خطوة ثانية. وتقولين إنك للحين تثقين فيها؟ ثقة تخيب ظنك؟ لما أي ممثل يمثل شخصية بعيدة عن شخصيته، إذا كان مسلسل شهرين فهو يتأثر بالشخصية هذه، فما بالك لو مسلسل سنة. أنا تأثرت بشخصية شهد وأثرت بعد على شهد، لكن لما مثلت مسلسل ثاني شخصية شريرة وحقودة وغيورة، صرت لما أجي هنا الميراث قاعدة أصور لشخصية شهد، أو قاعد كذا أعطي نظرة شر، يجيني نظرة استفزاز، نظرة كره، أقول لا لا يا رنا سوي بالانس، لا لا حنا هنا شهد في الميراث نهدي شوي، حنا هناك عايشة في مسلسل ثاني، فكذا يعني فأكيد نتأثر بالشخصيات. هذول لك يا عمري. عن جد؟ هي طبعا عن جد. مثلا مشاهد الوفاة، الله يطول بعمر الوالد والوالدة، مشاهد وفاة جويرية وعبد المحسن، هذه تأثر فينا إن حنا نتذكر ناس غاليين عزيزين على قلوبنا راحوا تعبوا، وبالذات مثلا حنا في رمضان حاليا قاعدين نصور لشهر رمضان المبارك، كل سنة حنا نقول دايم ربي يبلغنا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، فنتذكر يعني ذكريات جدا رائعة لناس راحوا من حياتنا، فيلامس شعور فينا. فأوقات حتى لما الدمعة تنزل منا مش ما تكون دمعة تمثيل، تكون فعلا دمعة صادقة. الميراث على NBC1، رمضان يجمعنا.